مرحبا بكم اجمل ترحيب احبتي المشاهدين، وحلقه جديده واسبوع جديد ويوم جديد وبرنامج جديد وحلقه جديده من برنامج باب الشات. ارحب بكم اجمل ترحيب. طبعا ارحب بزملائي بالاستوديو جودي وجودي البطل، جودي المغوار، جودي الملاكم، جودي مو كافي؟ ما كافي. جودي جيارة واكيد ماريان زيتو. مساء الخير. مساء الخير طبعا. مساء الخير ريان، مساء الخير ماريان، شلونكم؟ والله يعني اشتقت لهذا المكان، ها صارنا قد ما صارنا فترة ما شلونك جودي؟ الحمد لله بخير. شوف كلش متلهف جاي وحامي وكل شيء، يعني ما اعرف ليش تعارك اليوم. ليش شنو موضوعنا اليوم؟ موضوعنا على الملاكمة. اها ليش الملاكمة؟ طبعا مثل ما تعرفون ببداية نرحب أجمل ترحيب مشاهدين قناة بابلون الكرام، حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامج بابل تشات، وهلا بالأحد. طبعا مشاهدين الكرام، يوم الخميس الفات المصادف قد شهر مصادف 3/4 أقيمت في قاعة كراون هول بابلون إيفنت البي إكس إف، يعني بابلون إكس فايت، واللي شاركوا به عدد من اللاعبين العراقيين اللي العراقيين العراق والمغتربين وغير طبعا دول. بصراحة كانت البطولة كلش حلوة، وحلقتنا لهذه اليوم ماخذيها من نفس الإيفنت. إذن أكيد هو لأن هاي هذا الإيفنت سوته مؤسسة بابلون الإعلامية طبعا، لذلك قلنا لازم نسلط الضوء عليه حتى نتعرف على اللعبة، شنو تاريخها، شنو قوانينها، لأن أخذت حقيقة أخذت حيز كبير. البي إكس إف أخذت حيز كبير بالعراق، وهاي ناس سألوا أنه يمكن ملحقوا يجون، فعجبتهم الفكرة كل شوية، لذلك احنا من قررنا اليوم بحلقة باب الشات أنه نحكي حول هذا الموضوع على لعبة الكيك بوكس. وأكيد الإيفنت اللي صار طبعا يعتبر دعم جدا كبير لرياضة الملاكمة والكيك بوكسينج بنفس الوقت. يعني أكيد. طبعا مشاهدينا الكرام، اليوم راح نقسم الحلقة إلى قسمين، خلينا نقول راح نحكي على رياضة الملاكمة بصورة عامة، والكيك بوكسينج وعلاقة الملاكمة بالكيك بوكسينج شنو، وبالرياضات الأخرى اللي هي الام ام اي اللي يسموها جودي المكسد مارشال ارتس، يعني الفنون القتالية المختلطة. اي من حركتك كان عرفت انت انت شنو بلاعب قبل؟ لا ما لاعب قبل، لعب يعني من كنت صغير، كان عمري تقريبا 7 سنوات. مارست لعبة الموي تاي اللي هي شنو الموي تاي؟ في القتالية التايلندية. نعم. ما شلون هاي قوانين مالتها شلون؟ طبعا هي قوانينها نوعا ما مشابهه للملاكمه، ولكن اكيد بها قوانين خاصه بها، يعني كطريقه اللعب، الاماكن المسموحه بالضرب، الحركات والتقنيات الفنيه اللي يستخدموها بهاي اللعبه، فاكيد تختلف عن الملاكمه. هي طبعا انت ما كملت؟ اي ما كملت، وورا فتره من رجعت التايلند هم تقريبا لعبت كم شهر ومقاومت. يعني انت ما حبيت الشغله فاتجهت على غير شيء حبيت اكثر اللي هو الثريد مثلا. هو ما له علاقه بالقتال، القتال طبعا اكيد انت عجبك. طبعا رياضة الماي تاي هي كلش صعبة، يعني اللي يريد يمارسها يحتاج جهد، يحتاج صبر، يعني ايديك لازم تكون ميتة، رجليك تكون ميتة، لازم تتحمل الضرب، لازم تتحمل التكسير، فرياضة كلش صعبة الواي. يعني مو كل واحد يقدر يمارسها. يا هي الأصعب هي لو التاكواندو؟ أكيد الماي تاي أصعب. الماي تاي أصعب؟ الماي تاي أصعب، لأنه كلها تركز على الإيد والرجل. يعني مو مقسمة مثل عندك الكيك بوكسينج أو البوكسينج، خلينا نقول الملاكمة بصورة عامة هي أكثر شيء مركز على اليد، لكن لا الموي تاي يعني يعتبروها لعبة قوة. زين جودي تقدر تشوفنا حركات اللي تعلمتها؟ ممكن اكو هواي حركات مثلا إذا توقف هنا شوية، يعني كم حركة هيك للمعلومات، أنا ما عندي معلومات. صدق ناسي هاي شنو؟ فترة طويلة هاي تنساها، بس الثريد ما تنساها. لا أكيد هاي شغلة مختلفة، ما ينسي الشيء اللي يعيش وياه مو مثل الشيء اللي يفتقده. صح ولا لا؟ طيب خلونا لعد نبدي برياضة الملاكمة. ماريان عندها تاريخ طويل رياضة الملاكمة، كلش تاريخ طويل. طبعا هاي ناس يقولون انه هي واحدة من اقدم الرياضة الموجودة، مو رياضيات، الرياضة الموجودة بالعالم. طبعا هي بدأت باليونان القديمة، بدأت هناك. طبعا بوقتها ما كان اكو قوانين اللعبة، يعني كانوا يلعبون بساحة مفتوحة، ما كان اكو زوايا ولا روبس ولا هذول الحبال اللي، وحتى ما كان اكو قوانين لها، يعني ما كان بيها راوند، ما كان بيها شوط مثلا، هسه خلصت تاخذ استراحة، كان يلعب على
لحد ما واحد منهم يستسلم أو يغيب عن الوعي. لما كانوا يستسلمون كانوا يرفعون إصبع مالتهم يعني ما يقدرون. حالة حال كرة القدم مثل ما حكينا على كرة القدم همنا من بدايتها من بدت بإنجلترا ما كان لها أي قوانين يعني. طبعاً إنجلترا واحد كان يشارك بالفريق. إنجلترا هم تلعب دور مهم جداً بتطوير هاللعب يعني مثل ما ذكرت ريان ماريان العفو بسنة 693 قبل الميلاد والدورة 23 لأولمبياد أثينا. طبعاً هي أول مباراة لعبوها ذيك السنة. وراها قاموا يستخدموها بطريقة خلينا نقول غير شرعية. ذاك الوقت ما كانوا قفازات، اخترعوا القفازات ولكن كانوا يحرون بها بسامير. هالبسامير كانت تأذي الجسم، تأذي الإنسان يعني ممكن تسبب حالات الموت. وراها تم تطوير عليها لحد ما استقر بسنة 1893 من تم وضع قوانين للملاكمة في إنجلترا. طيب صح. ماريان أنا بحسب ما سمعت إنه حتى أقدم من اليونان القديمة السومريين والآشوريين من كانوا لهذا السبب يقولون أقدم رياضة بالعالم تعرفون. ويعني هي حتى فاتت بالأولمبياد عام 688 قبل الميلاد فاتت بالأولمبياد. بالأولمبياد باليونان. باليونان. وطبعاً بوقتها بيونان يعني الناس اللي كانوا يسوون كيك بوكسينج هواية كانوا يشتهرون يعني. البوكسينج سوري. كانوا هواية يشتهرون حتى يصيرون من السيلبرتيز خلينا نقول من المشاهير مال الدول مالتهم. وحكيت على الجلوفز مالتهم الكفوف اللي يستعملوها طبعاً شوية شوية طورت. بالبداية ما كانوا يستعملون كفوف كانوا بس يشدون فتح حبل. فتح حبل أي شيء باندج بس حتى لا تنجرح إيدهم. بعدين شوية شوية سووا فد كفوف كان اسمه بلود سيزر ايرون اللي كانوا يستعملوه لحد وقت الرومانيين يعني استعملوه لمدة كلش طويلة اللي هو كان مصنوع من الحجر ومن الحديد. وكانوا يسوون لي بوكسي يعني ضربة واحدة. هذا ضربة واحدة راح يوقع الولد غطي شي يصير فيه. إذا كل حديد إذا هو حديد وحجر شلون شيله أصلا. لا وهمنا جودي ذكر هاي النقطة إنه كانوا يخلون بها مثل مسامير يعني كانت طالعة. بس أنا أقدر أستخدمها غير استخدامات على ولو كانت موجودة هاي الكفوف. يعني بالتقطيع وال. تقطيع البصل كان يخليه بالثريد. اي ماريان رجعنا للموضوع. طبعا اهم اذا نحكي عن الكفوف تعرفون الكفوف اللي يستعملوها بالبوكسنج هم ما مسويها للسيفتي ما مسويها للامان. لا هي مسويها حتى تقدر تضرب بعد اكثر على الراس تقدر تضرب ضربات على الراس وهم حتى تقدر تسوي نوك اوتس اكثر. هم اصلا شافوا العلماء انه الناس اللي يستعملون كفوف ينصابون اكثر من الناس اللي يسوون فري هاند بوكسينج بدون الكفوف. اكو بدون كفوف يسوون؟ اكو بدون كفوف. جودي اكو هيك شيء؟ اي اكيد بدون كفوف. بدون كفوف هي مو بدون كفوف لكن خلينا نقول نص جاف. يخلون فد شيء يعني بس يغطوه. اي نص جاف هو اللي يستخدمه اكثر شيء باليو اف سي والام ام اي. مثل ما شفنا فان دام كان يجي بالافلام مالته كان يستخدم مره فيلم مالته استخدم هاي من باندج وخلى ايده بصمغ وخلاها بقزيز زجاج مكسر. وقام يتعارك. الله حلوة الرياضة. كلش. طيب إذا هل قد عدها تاريخ كلش قديم وأكيد راح من خلال حلقة راح نعرف أنه هل هي داخلة بالأولمبيات أم لا كملاكمة وككيك بوكسينج والبقية الرياضات. لكن مبدئيا نعرف أنه الملاكمة موجودة داخل الأولمبيات يلعبوها ومعترف بها دوليا تلعب بها. فوائد جودي لعبة الملاكمة طبعا هي بيها هواية فوائد. ريان اكو هواية يخافون من عدا جودي. لا بالعكس اذا مارسوها صحيح ولعبوها صح ما هي ما تخوف. لكن الواحد لازم تخلي العين لكن يكون الواحد لازم يكون حذر من الاصابات لانه ممكن بس يراد يعني قلب قوي. اكيد اكيد مو يعني يراد واحد جسر يعني. انا كنت اشوفها انا كنت اشوفها تعرفون كنا بالبي اكس اف طبعا كنا كنا موجودين يعني انا كنت اخاف. انا اول مره حقيقه اشوف فشي مباشر قدامي يعني صارت أيه. صدق فالشعور يعني كلش يعني انت احس تخاف اكثر من الشخص اللي داي يلعب اصلا. زين جودي طبعا هي بها هواي فوائد. اول فائده هي الدفاع عن النفس يعني هي تعتبر من اكثر الرياضات اللي تساعد الانسان ان يدافع عن نفسه في حال تعرض الى هجوم او صار عركه يعني. بس مو شرط انه لازم يستخدمها دائما لانه يعني بعض الاحيان
الشخص اللي مقابلك اللي تتعارك وياه ممكن انه ما يكون بنفس قوتك، ممكن انه يكون اضعف منك، لازم تحسب حساب هذا الشيء. يعني مو معناته انه انت صرت ملاكم او لاعب رياضي كلش قوي ممكن تصير تتعلم تتفادى ضربات اللي مقابلك ده يتعارك وياك، تدافع عن نفسك احسن مما تضرب. لكن انت في حين انت تكون متمرن تكون بروفيشنال، يعني لاعب بروفيشنال، انه تعرف بنفسك انه راح تضربه واذا ضربته راح تاذيه كلش هوايه، تسبب لك هوايه متاعب. لازم يعني دير بالك على نفسك انت همينة. اكيد طبعا هي ايضا همينة تساعد على تخفيف الوزن، لانه ممارستها يوميا يعني لمده ساعه خلينا نقول ممكن انه تخفف من السعرات الحراريه، يعني ممكن انه تحرق من 500 الى 900 سعره حراريه، وتعتمد على حسب يعني القوة البدنية والتمرين وقوة التمرين اللي تتمرنها. أكيد راح يقوي قلبك بهاي الحالة. أكيد أكيد. لأن بهاي الكمية من الحركة اللي دي يتحركها داخل الحلبة، والميزة اللي بيها الملاكمة إنه مو بس الإيدين، لازم يكون عندك خفة الرجل، الحركات اللي بتروح وتجي هاي، فهذا يخلي قلبك إنه يعني ريان إحنا متعودين عليك أنت أبو قلب الحنين، ولكن اليوم أنت لازم تصير أبو قلب الأسد. أنا بقلب الأسد أوريدي، يعني ماكو داعي تقول لي، لأن هسا أنت قمت رد تضربني خفت عليك اولا، ثانيا قدام الكاميرا عيب اضربك او قلب الحنين، خاصه انت لاعب قديم مع المام. شنو لاعب؟ شنو موي تاي؟ موي تاي اسم غريب علي، خاصه انت لاعب موي تاي. طيب بيها فوائد بعد الملاكمه؟ طبعا هي بيها هوايه فوائد، مثل ما ذكرت انه ممكن تبني قلب قوي، قلبك يكون قوي وما تخاف من اي شيء، وايضا هي تحافظ على الصحه. اكو شغله ثانيه جودي، انا باعتقادي انه تخفف التوتر اللي يصاب بالانسان. مثلا انت على الحلبة وانت متوتر تريد تطلع قهرك بفشي، اكيد المقابل راح تطلع قهرك بيه. اكيد فمن تطلع قهرك بيه راح ترتاح يعني نفسيا. يعني اقدر اقول لك انه وياك بهذا الشيء، وممكن اقول لك انه مو وياك بهذا الشيء، لانه التوتر راح يسبب عدم القدره على التركيز باللعب. مين؟ لا هو قصده انه اذا تكون متوتر وتريد تطلع التوتر مالتك تطلع بالشخص اللي قدامك، تطلع قدامك الضربه. شوف يعني بدل ما تضرب ترتاح اخوك الصغير تنضرب مو مشكله، بوكس بوكسين عادي، تورمت عيني عاد كلش طبيعي، المهم طلعت التوتر مال تي في. وايضا هي تقوي جسم ريان، يعني هي كلش مفيده للجسم، تقوي العضلات تقوي العظام بنفس الوقت. بالضبط. يعني اذا انا احكي لك عن الموي تاي، يعني باعتباره هو فرع من فروع الملاكمه والكيك بوكسينج، يعني الفنون القتاليه، خلينا الفنون القتاليه بسرعه نقول انه تقوي العظم، تقوي عضلات الجسم، المفاصل تقوي. انا شفت هذا الشيء بعيني، يعني يظلون يتمرنون ويضربون الحائط، يضربون الحديد، يضربون الخشب، يعني يقوون اعصابهم. تمارين مالتهم قاسيه كلش قاسيه. يعني واحد ايضا الملاكمه بالذات بصوره خاصه انه تقوي التركيز والعقل عند الانسان، لان كلش تهتم الملاكمه تركز على التركيز، على شلون انه تجيب اللكمه مالتك بنفس الوقت شلون تحافظ على نفسك. أكيد تسوي الملاكمه أكيد. خاصه لما تنضرب على الراس وتريد تتركز لما تنضرب. طيب احنا مشاهدينا دا نحكي على الملاكمة فقط، ما دا نحكي على الكيك بوكسينج وعلى الفنون القتالية البقية، لان بعد شوية راح نتعرف على هاي الفنون البقية. مشاهدينا الكرام، طبعا بالعالم كله بصورة عامة اكو هواية من الاسامي اللي طالعة كملاكمين مشهورين. كل تعرف ملاكمين بالعالم؟ اكيد اسامي عندنا محمد علي كلاي غيره، يعني هذا العالم كله يعرفه. عندك مايك تايسون هذول من المشاهير، كل المشاهير شهر. عندك فلويد ماي ويذر، ماني باكيو، كونر ماكغريغور. منين ماني باكيو؟ هذا من اسمه ماني باكيو من الفلبين. شوف مبين فلبيني من اسمه اسيوي، عرفت. حلو مريم، من تعرفين من الملاكمين مو الكيك بوكسينج؟ من لعبتي ملاكمة ما كنت تعرفينه؟ لا يعني وقتي لما كنت ألعب ما كان أكو هواية ملاكمة، كنت بس أنا يعني. طيب مشاهدينا الكرام، طبعا احنا نعرف وانتم ايضا تعرفون هواية اسامي موجودة بالعالم لمعت برياضة الملاكمة. خلونا نتعرف عليهم بهذا التقرير ونرجع لكم مرة ثانية حتى نحكي على الرياضات البقية اللي تقريبا انبثقت من الملاكمة. خلونا بهذا التقرير نرجع لكم مرة ثانية.
تحتل رياضة الملاكمة مكانة مميزة بين الرياضات القتالية حول العالم، ومن المعروف أنه هي من أقدم أنواع الرياضة اللي عرفتها البشرية. راح نستعرض سوي أفضل وأقوى 10 ملاكمين بالتاريخ لحد الآن. بالمركز العاشر روبرتو دوران، انولد بسنة 1951، هو ملاكم من أصول بنمية. هواية يعتبره أعظم ملاكم بالوزن الخفيف، فاز بأربع ألقاب واعتزل اللعب بسنة 2002 بعد مسيرة ممتازة حقق بها 103 فوز من أصل 119 نزال خاضها. بالمركز التاسع غوغليمو بابليو، انولد بسنة 1922، هو ملاكم أمريكي من أصل إيطالي. كان أكثر واحد خاض نزالات بمجموع 241 نزال، وكان الفوز حليفة ب 229 نزال، منها نزال بالضربة القاضية وخسارة واحدة و11 تعادل. كان يمتاز بالسرعة الكبيرة واللياقة البدنية العالية. بالمركز الثامن هنري أرمسترونغ، انولد بسنة 1912، وميزته الفريدة واللي ما حد يشارك بيها هي فوزه ببطولة ثلاث أوزان مختلفة. بسنة 2007 صنف كثاني أفضل ملاكم بآخر 80 سنة، وهواية من نقاد الملاكمة وزملاء المهنة يصنفوه كواحد من أعظم الملاكمين على الإطلاق. بالمركز السابع خوليو سيزار تشافيز، انولد بسنة 1962 بالمكسيك. الملاكم المكسيكي بخلال مسيرته خاض 115 نزال، فاز ب 107 منها وتعادل باثنين وخسر بست نزالات، وفاز بالضربة القاضية ب 86 نزال. حقق خوليو رقم قياسي مذهل بواقع 89 مباراة متتالية بدون هزيمة، وهالملاكم المكسيكي سجل رقم قياسي بالتأهل 37 مرة. حصل على اللقب العالمي وكان بطل للعالم بثلاث أوزان ملاكمة حتى اعتزاله بسنة 2004. بالمركز السادس مايك تايسون، انولد بسنة 1966 وسجل 50 فوز مقابل 6 خسارات. ينوصف تايسون بالملاكم الماكر بسبب أسلوبه المميز بالملاكمة وطرق تعامله ويا الخصم، بحيث يتميز بسرعته وضرباته الخاطفة، واشتهر بأنه يخلي معظم منافسيه يفقدون وعيهم فوق الحلبة بتأثير ضرباته القوية. اعتزل بسنة 2005. بالمركز الخامس جاك ديمسي، انولد بسنة 1895، احتفظ بلقب الوزن الثقيل من سنة 1919 حتى سنة 1926، كان عدواني فوق الحلبة وخارجها أيضا، وهذا الأسلوب خلاه من أشهر الملاكمين بالتاريخ. عدد النزالات اللي خاضها ديمسي ما معروفة بالضبط، لأن كان يلعب هواية مباريات بدون تغطية صحفية. بالمركز الرابع جاك جونسون، انولد بسنة 1878، كان أول أفريقي أمريكي يفوز بلقب الوزن الثقيل بسنة 1908، وبسبب التميز العنصري اللي كان يمارس بهذاك الوقت ضد السود بالولايات المتحدة، هاجمت الصحافة أسلوب جاك جونسون باللعب ووصفته بالجبان، بالرغم من أنه كان هناك ملاكم أبيض كان يتبع تكنيك يشبه أسلوب جاك جونسون، وكان ينوصف هذاك الملاكم الأبيض بالمبدع. بالمركز الثالث شوجر راي روبنسون، انولد بسنة 1921، وأداء الرائع بالوزن المتوسط اختاروه ضمن القائمة العالمية المشاهير الملاكمة سنة 1990. روبنسون خاض 85 نزال قبل احتراف الملاكمة وحقق 69 ضربة قاضية، وبحلول سنة 1951 كان محقق 128 فوز بواقع 84 ضربة قاضية، وبعدين صار أول ملاكم بالتاريخ اللي يفوز ببطولة العالم التصنيفية 5 مرات. كان روبنسون ملاكم مراوغ عند القوة بالإيدين والسرعة بتوجيه الضربات، ولهالملاكم الأسطوري حادثة غريبة، بحيث قرر أنه ينسحب من مباراة ملاكمة بس لأنه حلم بيوم قبل المباراة أنه راح يقتل منافسه،
ورمق النعوة بغباء قراره، رجع للمباراة وضرب منافسه بضربة قاضية وقتله. ومن عرف انه منافسه القتيل دخل للحلبة حتى يجمع ثمن بيت الوالدته، اشترى شوجا الراي البيت الام القتيل. بالمركز الثاني جو لويس، انولد بسنة 1914، كان بطل العالم بالوزن الثقيل من سنة 1937 لحد سنة 1949. عنده أقوى سجل بطولات بعالم الملاكمة، بحيث تمكن بفوز 25 مباراة حتى يحتفظ بلقب بطل العالم، وكان أول ملاكم قاوم هيمنة المراهنات والقمار على لعبة الملاكمة. صنف بأول ملاكم غير قابل للانهزام، بحيث تمكن من تسجيل 66 فوز مقابل بس 3 خسارات. بنى سمعته كملاكم نزيه ومجتهد بوقت كانت الرياضة بي تسيطر عليها مصالح تقوم على المقامرة. بالمركز الأول محمد علي كلاي، أسطورة الملاكمة، انولد بسنة 1942 وفاز ببطولة العالم بالوزن الثقيل 3 مرات. حصل على الميدالية الذهبية بالوزن الخفيف الثقيل ضمن دورة الألعاب الأولمبية. كلاي فاز ب 56 نزال منهم 37 بالضربة القاضية وخسر بس 5 مرات. اشتهر محمد علي كلاي بأسلوب فريد فوق الحلبة، وهم هو صاحب أسرع وأقوى لكمة بالعالم بحيث تعادل قوتها حوالي 1000 باوند. خلاص فوق عليك، اوقف بس لا تنفجر، دير بالك على كيفك، لا تحمل زايد، ماي جيبوني ماي. اذا مشاهدينا الكرام، مثل ما شفتوا بالتقرير اكو هواي اسامي، واحد من الاسامي هو مالتي طبعا بس ما ذكره بالتقرير، بعدين راح شوية المونتير اسال ليش. فمشاهدينا الكرام، احنا قلنا بداية الحلقة انه راح نحكي على رياضة الملاكمة وراح نحكي على رياضة الكيك بوكسينج ايضا. جودي شكرا جزيلا على التغوية، اشكرك. مشاهدينا طبعا، للمزيد حول رياضة الكيك بوكسينج وبصورة عامة اكثر الام ام اي، موجودي الام ام اي، نستقبل ضيفنا الكابتن محمد قيس، طبعا لاعب عراقي، لاعب الفنون القتالية ولاعب الام ام اي ايضا. مساء الخير كابتن، نورتنا كابتن. نورنا كابتن. انتوا همنا هيك تتعبون اول ما تفوتون؟ لا انا كنت تعب نتمرن هاي مجرد بس هيك سويت، انا ما سويت شيء. هي فعلا رياضه متعبه شويه. متعبه جدا كابتن، طبعا نورتنا مره ثانيه كابتن. شكرا جزيلا. كابتن نريد نعرف بالبدايه، خلينا الفرق بين الملاكمه والكيك بوكسينج. ادري شعر ما تتخربط بس عادي. بالنسبة لرياضة الكيك بوكسينج، هي رياضة شاملة يعني تشمل اليد والرجل، ونظام الاحتراف من الكيك بوكس اللي هو يسموه الكيوان يشمل أيضا يعني ضربة الركبة. أي بالنسبة للملاكمة، الملاكمة بس إيد تكون، بس الإيد أي بدون استخدام. طبعا الملاكمة هي مثل ما عرفنا أنه أقدم من الكيك بوكس. أكيد الكيك هي تعتبر بالضبط، هي تعتبر أقدم رياضة قتالية الملاكمة، يعني أول ما بدأت الملاكمة وبعدين اشتقت الرياضات القتالية الأخرى. طيب عندي فضل أريد أعرف إنجازاتك شنو كابتن؟ بالنسبة لي إنجازاتي، بديت كلاعب منتخب وطني من سنة، بديت برياضة الكاراتيه. أول بديت كان عمري 13 سنة سنة 97، يعني حتى كاراتيه وحتى كيك بوكسينج وحتى ملاكمة عجبك؟ أنا هم كنت ألعب كاراتيه. انت كنت تلعبي كل شيء، ما بقيت شيء. لا صدق، كان عمري 6 سنوات كنت العب كاراتيه. شوفك حركات. لا هي عموما بالنسبه للكاراتيه يعني اغلبيه الاطفال بعمر مبكر 6-7 سنوات ينضمون لهذه الرياضه، لانه رياضه خفيفه ومسليه بنفس الوقت. الكاراتيه من التايكواندو، هذه الرياضات. بعدين انضمت المنتخب الوطني سنه 2000 كاراتيه، بعدين من بعدها حولت على الكيك بوكس وايضا صعدت منتخب وطني، بعدين صارت أوضاع البلد، تركت البلد، طلعت سوريا، وراها رجعت لرياضتي. وبعدين مثل أكثرية الرياضيين. بالضبط مثل أكثرية الرياضيين اللي
بسبب الظروف، يعني بسبب الظروف اللي مر بها. هسه الحمد لله والشكر قبل تقريبا 4-5 سنوات جيت المدينة أربيل. صراحة بالبداية كانت الرياضة شبه منعدمة، يعني ما كان أكو مكانات تمرين، ما كانت أكو منظمات تنظم بطولات وتنظم، فبديت أتمرن بنفسي لحد ما الحمد لله فتحت لي نادي لهاي الرياضة. أنا في أربيل نادي بلاك مامبا هو، وبديت بتنظيم بطولات بلاك مامبا. نعم اسمه. بديت بتنظيم بطولات بسيطة، وبعد شوية شوية بدأت تكبر الحمد لله لحد ما وصلت إلى مستويات عالمية مثل منظمة البي اكس اف مثل ما شفتوها. والحمد لله والشكر هاي انطلاقة إن شاء الله باب، يعني فتحت لنا المنافسات عالمية. يعني أكو إقبال ده يصير لي؟ صراحة بداية كان إقبال ضعيف، الناس كانت تتصور أنه هذه لعبة خطرة، أنه بيها إصابات بيها عنف. بعدين مرور الوقت لا الحمد لله يعني اختلفت هاي النظرية. هو كابتن الآني ليش قررنا أنه نحكي حول هذا الموضوع؟ لأن كثير من الناس، كثير من الشعب العراقي بالأخص، ماخذ النظرة على هاي الرياضة أنه هي رياضة عنف. فاحنا استضافينا حضرتك حتى تعرف لنا انه شنو هي الرياضه بالضبط، لان انا مثل ما شفت بعيني حقيقه، شفتها بصوره مباشره قدام عيني، شفت الروح الرياضيه اللي يتحلى بها الرياضيين مو طبيعيه. بالضبط. يعني بالرغم من الضرب اللي دا يصير، لكن بالنهايه دا يرجعون اخوه دا حابين. بالضبط. الحمد لله انا يعني اقولها دائما، احنا دا اكثر اصدقاء يكونون عندنا هو الخصم قبل النزال، بعد النزال يكون صديق عندي، يعني صديق مقرب لي، وخاصه شركائي بالتمرين. يعني هي رياضة بعيدة كل البعد عن العنف. يمكن انه انت تشوف انه شخص يضرب، بس لا، هي تحت قوانين، عندنا مكانات ممنوع الضرب بها. وبالإضافة الى انه انت كمحترف، هو من يوصل مرحلة الاحتراف، انت كبشر طبيعي تتصور انه دا يضرب دا يتأذى، بس هو كمحترف يعني هذه الضربات يعني ما تأذي. بالضبط، ما تأذي. الجسم يتأقلم، يعرف شلون يتفادى الضربات، يعرف شلون يتعود على الضرب. صراحة هاي عندنا بس يعني هنا، بس الدول الخارجية لا، يعني تعرف انه شوفه من هو طفل، يعني خاصة الدول الآسيوية، روسيا، أمريكا، هولندا، يعني بيها شعبية كلش، شعبية كلش جدا قوية، لأنه بيها متعة. يعني أنت شفت بيها متعة المشاهدة، متعة طبيعية. كابتن، والدليل على هذا الشيء أنه رياضة الكيك بوكسينج أخذت شعبية بصورة سريعة جدا، يعني هي بدت تقريبا بالسبعينات، 73 و74 هيك شيء. خلال هاي الفترة الوجيزة اكتسحت العالم كله. بالضبط، بدت بالضبط، لأنه قلت لك بيها متعة من ناحية التمرين ومن ناحية المشاهدة. وصراحة أنا ليش أحب هذه الرياضة؟ لأنه تعتمد باعتماد كلي على الجهد الفردي، يعني مو مثل اللعبات مثلا كرة القدم، كرة الطائرة، السلة، يمكن يعني 11 لاعب، إذا واحد مو زين الثاني يغطى، أو ممكن تلقى الفرق كله معتمد على شخص حتى دي جول دي جو. بس هاي لا، ما عندك أنت وخصمك، يعني تعتمد 100% على جهدك، على جهدك بالتمرين، تنظيم طريقة تدريبك، يعني كل الأمور تعتمد اعتماد كلياً عليك. فلذلك أنا هذا الشيء جداً أحبه. يعني طبعاً كابتن، عندي سؤال بالنسبة لرياضة الملاكمة أو الكيك بوكسينج بصورة عامة. أكو بعض الحالات أنه اللاعب يفوز عن طريق النقاط. بالضبط. وأكو بعض الحالات تصير أنه اللاعب يفوز عن طريق الضربة القاضية. صح. ولكن لاحظت أكو فشيء مختلف بالضربة القاضية، يعني اكو ضربة القاضية الكي او، واكو ضربة القاضية التقنية التي كي او. خلينا نقول الضربة القاضية، يعني اكيد انه الحكم راح يعد من الواحد للعشرة. صح اذا ما اكون غلطان. ولكن في حالة اذا الخصم انضرب ضربة قاضية وقع ولكن صحة، له حق انه يرجع يكمل اللعب لو حسب حالته. احنا بالنسبه ان القانون عندنا بالضربه القاضيه عندنا نوعين من الضربه القاضيه. اكو ضربه قاضيه يصير عندك اغماء، يعني وحتى ترى انت انه تتخيلها، يعني صراحه انه بنشوف ضربه قاضيه اه شنو هذا، مات وانتهى. لا، هي يعني ترى الشغله اللي تصير هي ترى شغله كلش طبيعيه، يعني يصير اكو سائل بالدماغ، يكون طريقه التكنيك الضربه الصحيحه، يصير ارتجاج، يصير ارتجاج. فهي ما بها اي حاله خطوره، انه مجرد 10 ثواني الى 20 ثانيه ماكسيمم يرجع الانسان الوضع الطبيعي، يروح من هذا الاختلال. فنرجع لموضوعنا بالنسبه للضربه القاضيه، اكو ضربه تصير مؤثره جدا، انه توصل مرحله الاغماء، هاي ما يحتاج العد، يعني راسا يتدخل الطبيب، عنده اجراءات يسويها حتى يرجع اللاعب الى وعيه. اكو
يصير ارتجاج جزئي انه يبدي ما يتوازن اللاعب، فالحكم يوقف يحسب عنده عد من يوصل لعد السابع الثامن، اذا شاف اللاعب هو مسيطر ورجع الوضع الطبيعي، حتى مرات يسال اسئله انه اسمك بلدك، يشوف انه وضعيته تسمح بالضبط متجاوب يسمح يرجع يكمل الفايت مالته. هذا الشيء بالنسبة للتيكي أو تصير عدة ضربات متتالية، الخصم يفقد التوازن، يفقد السيطرة على نفسه، ما يقدر يدافع عن نفسه، الحكم راح يوقف يحسبها تيكي أو للاعب الثاني. لكن كابتن الملاكمة والكيك بوكسينج الأوزان مالتهم يعني نفس الشيء، يعني وزن الذبابة ووزن الديك بالنسبة للأوزان تقريبا هي نفس الشيء، قلت لك هي اشتقت من رياضة الملاكمة، إلا في أكو يعني منظمات تسمح زائد 5 كيلو، يعني فرق 5 مسموح، أكو منظمات لا إنه نفس الوزن فرق 500 غرام فقط، وأكو نظام احتراف وأكو نظام هواة، فتقريبا هن كلهن مقاربة للأوزان اللي هي وزن الذبابة والوزن الوسط الثقيل. يعني وبالنسبة للطول كابتن هم هذا الشيء الطول يأثر؟ الطول ما يأثر، مجرد يعني الوزن، إذا وزنك الوزن. إيه بس أكيد مرات الطول يعني أثناء الفايت يعني ممكن أنه يستغل، إذا لاعب طويل يستغل شلون يلعب ويا لاعب أقصر من عنده، بس كقانونا لا يعتمد 100% على الوزن. يعني ما بيها أفضلية أنه إذا كان اللاعب طويل أو كان لاعب لا لا هو يعني تبقى اللاعب شلون التكنيك مالته يستغل طوله، والقصير شلون يستغل طوله أنه يلعب من قريب، هذا الشيء بس كقانونا على الوزن اعتماده. طيب نعم. كابتن الملاكمة نعرف بها هي داخلة بالأولمبياد، الكيك بوكسينج هل داخله؟ اكيد داخله بالاولمبياد. ايه موجوده يعني موجوده بس مو ضمن قانون الاحتراف، اكو قانون خاص انه يعني يسمى الهاي كيك، يعني اللو كيك ما مسموح به، ضربه على الساق، ويلبسون واقيات الساق وواقيات الراس اي، والكف يعني يكون نفس الكف هذا الكف هذا طيب خلينا نحكي شويه على البي اكس اف اللي صارت بي ار بي. اي نعم. شلون كانت هاي التجربه؟ طبعا والله كانت تجربه جدا رائعه، يعني صراحه مو اني شخصا، حتى اللاعبين اصدقائي كل المشاركين كل الجمهور يعني اتفاجئ بالتنظيم والكواليتي اللي كان على يعني المستوى اللي كان، حتى الحاضرين كانوا اكو عدد عندنا ضيوف اجانب يعني يقولون انه هذا الشيء شايفين وقت في الدول الاوروبيه بالضبط وامريكا، هذا الشيء فكان على مستوى عالمي وفخر الحمد لله. كانت يعني كتجربة وفرصة انه للاعبين يلعبون هنا بين بلدهم بينها، وبالنسبة للاقبال يعني صراحة احنا ما توقعنا هيك اقبال راح يكون يعني اكثر من توقعنا انه راح يكون عالي اقبال، بس صار انه حتى شفت القاعة انه ما كفت كل الحاضرين رغم كبرها وحجمها. صدق كابتن سوت فيدباك كلش كبير بالعراق بصوره أكيد عامه، يعني أكيد خاصه من خلصت وشافوها على اللايف بالضبط، يعني وايه قالوا انه وين هاي ما معقوله مستحيل بالعراق. بالضبط الحمد لله الحمد لله، هذا كله اجى من تعب وتخطيط وبصوره صحيحه، واكيد يعني جهود قناه بابلون وكمنظمه كل الافراد اللي شاركوا بانجاح هذا الشيء. فايت كان جدا حلو، يعني الحمد لله ما كان اكو اي اخطاء من ناحيه التحكيم، من ناحيه اداء اللاعبين، من ناحيه كل شيء يعني. انت الفيدباك اللي جالك شنو كان مثلا من اللاعبين من الرياضيين اللي تعرفهم؟ الصراحه انا عندي هوايه لاعبين، تعرف احنا على تواصل مع بعضنا اللاعبين، عندي لاعبين محترفين بدول خارج دول اوروبيه، اي كلهم دخلوا لي هذه وين يعني هذا الفايت مالتك صحيح بالعراق هاي المره، فقلت لهم يعني وكلش مهتمين انه يشاركون للمره الثانيه، يعني كلهم انه شو وقت يصير مره ثانيه حتى ممكن انه نجي يشاركون ونشارك يعني. بحكي لك على مستوى عالميين يعني لاعبين عالميين، بس تعرف بعد ما شاف التنظيم وهذا الشيء حتى انه تعرفت على اشخاص هم ابطال يعني دوليين انه طلع اصلهم منا، قال انا اتمنى اجي بلدي ألعب وأشارك وهذا الشيء. شو وقت تتوقع المرة الثانية تصير؟ إحنا حاليا كنا بموضوع نحكي بيه على هذا الشيء، نطمح إن شاء الله خلال أشهر قليلة نعيدها، إنه قلت لك عليها رغبة جدا قوية من ناحية الجمهور ومن ناحية اللاعبين. ممكن يجون لاعبين عالميين؟ أكيد يعني هذا المرة لازم إن شاء الله، إحنا كان عندنا لاعبين عالميين بس المرة الجاية إن شاء الله راح نوسعها أكثر. أكثر نوسعها أكثر إن شاء الله. طيب كابتن خلينا نتحول على غير موضوع، اكو فرق بين الكيك بوكسينج والام ام اي اللي انت لاعبها اصلا؟ إيه نعم، انا بالنسبه يعني قلت لك بديت بعده رياضات في القتاليه بعدين توجهت العالم الام ام اي. الام ام اي هو ميكس مارشال ارتس، يعني يجمع جميع الفنون القتاليه بفن واحد،
اللي هي تختلف قانونها، تكون تحت قفص مو حلبة، كيج. هذا ما يهرب هذا ما يهرب ما يقدر ينزل، هذا ممكن انه يا قاتل يا مقتول. تقدر تقول انه اخطر فن قتالي صراحه، يعني اخطر لانه الكف يكون صغير مو كف كبير، يعني كف مو هذا، لا مو هذا، يعني كف مفتوح يعني مقارب الى قبضه الايد. كل شيء مسموح به الا عده يعني شغلات بسيطه ما مسموح به. فبس بالاخير انه هم يعني هو يعني هم رياضه ولها شعبيتها، وانا بالنسبه لي كتجربه يعني جد عجبتني بوقتها، بس يراد لها تمرين مكثف، يراد لها صراحه. انا حاليا هنا يعني ما اقدر اعد اعداد 100% حتى ادخل العالم الاحتراف الامامي، لعبت كان عندي كم لعبه، بس حاليا توجهت لي يعني للكيك بوكس والملاكمة، لأنه التيم اللي عندي هو جاهز لهذا الشيء. أما بالنسبة لرياضة الأمامية فيراد لك تقريبا 5 مدربين تتمرن مصارعة جوجيتسو، بعدين ترجع على الواقف ملاكمة وكيك بوكس نقول استفان، بس أيضا رياضة ممتعة ورياضة يعني رياضة فن قتالي حلوة. كابتن عندي سؤال لك، بالمباراة اللي شاركت بها بالإيفنت لاحظنا أنه بدأت المباراة وقعت، ممكن تذكرنا السبب؟ أي صح، الصراحة أنا عندي إصابة قديمة بالركبة بالرباط الصليبي، بعد ما بدينا الإعلان وأنه حبيت أشارك تجربة بالتمرين رجعت علي الإصابة، يعني قبل أسبوع أو 10 أيام، فكان المفروض أنه ألعب كيك بوكسين نظام كيوان. بعد ما صارت عندي الإصابة الدكتور قال لي ما راح تقدر تلعب، يعني يراد لك مدة طويلة للاستشفاء وعملية جراحية يراد لي، فقلت خلي نغير الفايت. حكيت ويا مدرب المنتخب الوطني الإيراني، قلت له هيئ لي ملاكم أنه عنده سي في قوي، عنده بطولات، عنده حاصل، هذا الصراحة كان خصمي حاصل على بطولة آسيا، فقال لي أوكي حضرت لك خصم نفس وزنك راح تلعبون على حزام البطولة ملاكمة، فتوقعت انه اقدر العب ملاكمه والحمد لله اني متمرن يعني ملاكمه. فاللي صار عندي انه كانت ضربه انفجاريه جدا قويه، الرباط ما تحمل، ف الحركه مالتك من وقعت على الستيج بالضبط، كان هجوم عندي جدا قوي قوه انفجاريه، وصار عندي الشد ما تحملت، صار عندي السقوط. اللي شجعني كان ابني واقف ورا الحلبة كان يقول لي ايه بابا تقدر تقدر تقدر، فكملت الفايت، بس مثل ما شفت يعني ما قدرت أكمله بكل قوتي، يعني فاتجهت إلى تكنيك النقاط، يعني ردت إنه حتى المدرب اللي كان ويا مدرب الملاكمة قال لي خلاص أوف القوة، لا تلعب قوة، اتجه بس التكنيك إنه تحسم نقاط حتى تحسم الفايت لك. والحمد لله هذا اللي صار، حسمت الفايت وفزت فيه بالنقاط، 3 جولات كانت إلي وضمن لجنة تحكيمية دولية كانت حاضرة. طبعا هاي الصور اللي نشوفها بالبطولة الأخيرة اللي قامتها مؤسسة بابلون اللي BXF. كابتن هذا في شيء طبيعي يسووه مثلا إذا تريد ما تلعب الكيك بوكسينج تلعب الملاكمة فقط بنفس المنافسة؟ بنفس المنافسة يعني احنا كمنظمة BXF هي مو منظمة مقتصرة بحدث واحد مثلا بس بوكسينج أو كيك، لا هي منظمة اختصت في تنظيم كل الأنواع الفايتنج، يعني ممكن مستقبلا نشوفها تنظم احداث MMA، ممكن مستقبلا نشوفها تنظم اي بالضبط، يعني هذا هدف المنظمه انه ما تقتصر على تنظيم حدث واحد. على هذا الغطاء اكيد انه اذا انت عندك هي شويه بها صعوبه، انه انت من تحول كلاعب كيك بوكس تروح تلعب ملاكمه بها صعوبه، يراد لك هو هذا عندك كابتن، لان كلش صعبه انه بالضبط في حين يغره خلينا نقول انه تحول من الكيك بوكسينج الى الملاكمه بالضبط. بس ارجع واقول لك اني اساسي يعني كلاعب فنون قتاليه مختلطه، لاعب MMA لازم تتمرن كل هذين الرياضات حتى تدخل الى عالم الفنون القتاليه المختلطه، فانا عندي خلفيه تقريبا 3-4 سنوات متمرن ملاكمه بس ملاكمه، فمن رجعت انه تحضيرات قبل 10 أيام بس حضرت للفايت مالتي ملاكمة ولعبت مثل ما شوف الحمد لله، يعني كان أدائي لا كان أداء عالي، يعني احنا كنا موجودين بالحدث وأنا قدمت البرنامج يعني شفنا شنو كان قدمت، كان عندك فايت يمكن ورا الهاتف يعني آخر شيء هسه راح نشوف طبعا مقطع من عنده الفايت مالتي. هو أنا كنت أنا شاركت، أنت غيرت من الكيك بوكسينج غيرت للبوكسينج بس الملاكمة، فأنا غيرت من الـ MMA للحكم،
فصرت حكى كل زين وهم خلصت هم أنا ما خلصت ولا إيش هو كان الحكى بس هم أكذ ضربة من نور وعلى بس تعرف ريان أحلى شيء بالفايت كانت لينا يعني لينا صدق عجبنا يعني لما شفتها واقفة ويا خصمها اللي كانت هواية أطول منها قلت يعني مستحيل بس يعني قاومت وواو يعني كلش ضربات طبعا ماريان هم عدنا أسامي كلش كبيرة عراقيين نفتخر بيهم أكيد منهم طبعا أكيد الكابتن محمد وبالأيام الجاية أكيد راح تتعرفون عليه أكثر وأكثر وعدنا أعتقد أسامي عراقية واية بالكيك بوكسينج عدنا عدت لاعبين عدت لاعبين احنا صراحة شوف أنا أحكي لك يعني هذه شوية أكو لاعبين كثيرين مظلومين إعلاميا يعني احنا عدنا لاعبين على مستوى حصلوا بطولات عالمية على مركز الأول عالميا كل يعني حتى المنتخب الوطني العراقي للكيك بوكسينج للمواي تاي للكيوكوشينغاي بس تسليط الإعلام عليهم ضعيف يعني للأسف دائما كرة القدم تحياتي للاعبين كرة القدم بس بالأخير هذول هم رياضيين وهم دي يطلعون ويمثلون البلد أكيد أريد أوجه تحية طبعاً لشوان برادوستي هو من أحد أبطال الكيك بوكسينج المقيم ببريطانيا لكن راح نشوفه بالبطولات الجاية تحياتنا إن شاء الله إحنا همنا مثل ما قلنا منظمة بي إكس إف هدفها عالمي ونتمنى أنه يعني من خلالكم أنه نوجه دعوة لكل اللاعبين الأبطال العالميين اللي هم أساسهم من البلد أنه يجون وحتى إذا مو يلعبون يشرفون كضيف شرف إن شاء الله هذه تكون يعني بالمستقبل إن شاء الله طبعاً من الأسامي البقية اللي موجودة بالعراق رياض العزاوي مثلاً أيضاً الأسامي الموجودة تحياتنا إلى أكيد كابتن رياض وأيضاً عندنا أسامي اشتهروا عالمياً كابتن من العنصر النسوي خلينا نقول واحدة من عندهم راندا مرقص اللي هي بكندا عراقية مقيمة بكندا بالضبط شاركت بأقوى منظمات للأمامي اللي هي منظمة اليو اف سي وعدها سجل قوي جدا ونفتخر بها يعني أنه كلاعبة تمثل أكيد نوجه لها تحية وإن شاء الله إن شاء الله بالمستقبل القريب من خلال هاي المنظمة أنه نقدر نوجه لها دعوة مثلا تجي شيء يا أما تشارك يا أما تكون ضيفة شرف إن شاء الله إن شاء الله أكيد هذا هدفنا طبعا عندي سؤال بالنسبة لموضوع الـ MMA نعم تعرف أنه بها قوانين مختلفة تختلف عن الملاكمة وتختلف عن الكيك بوكسين لكن معروف هي أنه الـ Mixed Martial Arts يعني فنون القتال المختلطة أكو لواعي مثلا من يلعبون جوجيتسو أكو الكاراتي أكو خلينا نقول التايكواندو نقدر نقول همينة تعتبر من ممكن تدخل إيه بالضبط إيه. لكن يعني مثلا لاعب محترف بالجوجيتسو هل ممكن أنه يواجه لاعب يلعب بغير طريقة بالضبط شوف هي هذه فكرة الـ MMA الفنون القتالية المختلطة اجت عن طريق تحدي انه لاعب كان جرايسي اللي هو لاعب جوجيتسو جودو جوجيتسو تحدى لاعب فايتر يلعب كيك بوكس وملاكمة تحدى وغلبه بالستايل مالته انت بالنهاية تعتمد عليك انت كلاعب شلون تكسب الفايت بالطريقة اللي انت قوي بيها يعني حتى بالكيك بوكسينج انه مرات تلقى الفايتر عنده ايده اقوى من رجله فدائما يحاول انه يكون الفايت مالته قريب حتى يحسم الفايت له نفس الفكره بالام ام اي انه اذا كان هو البيسك مالته مصارع او جوجيتسو دائما يكسب الفايت من قريب حتى ينزل الخصم للارض وياخذه بالسبمشن طبعا كابتن بالنسبه لموضوع خلينا نقول MMA بصورة عامة يعني أنا دائما أشاهد القتالات الخاصة اللي تصير باليو اف سي عندنا فقرة يعني بصراحة يعني نوعا ما تعجبني التاب أوت يعني أي هو السبمشن هذا طبعا فد طريقة يعني أكو فن قتالي مثل ما ذكرت اللي هو الجوجيتسو ما بيضرب بس اذا مسكك اكو فد مسكات انه هو اذا مسكك راح تتكسر لا ما كثر بس اذا لزمك راح تتكسر الكيمورا لوك مثلا يعني بالضبط اكو اكثر من حركه الكيمورا لاين تشوك اذا مسكك وما سويت تاب اذا ممكن انه يقطع نفسك ويغمى عليك او اذا ما سويت تاب راح يعني ممكن انه يكسر جزء من اكيد احتمال وارد جدا وعادي كلش طبيعي اكيد يعني هو اذا ملحق الخصم اذا ملحق وسوى تاب اوت هاي ضرب ثلاث ضربات بالارض ممكن طيب كابتن هاي بالنسبه للام ام اي خلينا نقول مو طيب المصارعه الحره
المصارعة الحرة هي معروفة شو يعني، اي يعني، بس هم يعني بالنهاية تدريبات جدا صعبة، ويعني اللاعبين هم رياضيين حقيقيين. مثل عندنا بروك ويسلر كان لاعب، يعني هو لاعب ام ام اي، كان لاعب يو اف سي وبعدين نعم. حول الى عالم الدبليو دبليو اي اللي يسموه المصارعة الحرة. فهي المصارعة الحرة شو بس بنفس الوقت تقدم لك يعني عرض حلو جميل انه تستمتع من الشاهد. آه. بس مو كلش دقيق يعني، يعني من ما اعرف يعني بها شغلات هاي كمية الضرب اللي ياكلوها. اي لا هي قلت لك شو، هي مو حقيقية يعني مو رياضة حقيقية، هم باتفاق وما راح يضربوا حقيقي، لكن متمرنين اكيد 100% اكيد، تمرين صعب وحركات صعبة أكيد. طبعا بالنسبة لبي اكس اف مشاهدينا، اريد اشكر طبعا جزيل الشكر لكرادة جروب سبونسر كان موجود مع البي اكس اف، واكيد منظم الحفل يوهان زيتو تحياتنا الى حبيبي وكل المصورين من اخراج الكادر كل حقيقة اللي اشتغلوا بهذا الايفنت بهذا النزال اللي صار، يعني حقيقة خابرونا من برا مثل ما ذكر كابتن محمد، قالوا مستحيل هذا الحدث يكون موجود بالعراق، يعني حتى إذا صار بالعراق لكن أكيد الكادر جايبي من برا. قلنا لهم لا صدقوا، الكادر كله عراقي، اللاعبين الفايترز كلهم عراقيين، المصورين الكاميرامانز الإخراج كل التنظيم كله عراقي 100%، فإحنا نفتخر بهذا الشيء أنه يكون عندنا هيك حدث بالعراق. أكيد 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 هذا فخر أن كرياضيين وكجمهور يعني أكيد، أكيد. أكيد. طيب بكابتن آخر سؤال أريد أوجهه لك، في حال واحد زي حالتك بالضبط يعني أنه يلعب الكيك بوكسينج والكاراتيه والجودو والملاكمة والمصارعة الحرة وكلهم كلهم يلعبون مثلا بالشارع، أكيد تواجه مثلا مضايقات، واحد تحارش او اثنين ثلاثة خلينا نقول تحارشوا يريد تعاركون، وانت تعرف بنفسك انه اذا ضربته صح يا اخي راح تاذى صح بالضبط، شنو الخطوات اللي تسويها؟ هل والله تقاوم انه ما تضرب؟ انا بالنسبة لي يعني كلاعب واغلبية اللاعبين المحترفين يعني يبتعد عن هذا الشيء، ممكن انه اكو في الطريقة التحاور، اكو اكثر من طريقة انه بس توصل، احنا يعني شغلة الدفاع عن النفس يعني، هذا اذا وصلت هذه المرحلة لو ضارب لو مضروب الله يحفظك. لا والله اضرب اذا وصلت صاير وياك موقف هيك؟ والله صاير اي مرة موقف مرة تعرض لي سائق يعني وسياب اروح يعني ما اروح موجود اي هذا طلع ما تيوب شيء من الجنطة واجه طاير علي يعني يريد يضربني في آخر ثواني يعني لو ما ضربه كان ضربني أذاني، فهي ضربة واحدة إنه الرجل أغمى وراها نفتليت بي وراها نفتليت بي عندكم أسئلة شباب؟ طبعا مشاهدين الكرام هواي منكم راح يسأل يقول إنه إيش قد هي أكثر مدة أو طول مباراة وعدد جولات بالتاريخ؟ طبعا يوم 6 أبريل بسنة 1893 جرت مقابلة في الملاكمة جمعت بين الملاكمين جيك بوك وأندي بوين، عدد الجولات كان 111 جولة واستمرت المباراة 7 ساعات و19 دقيقة، وبالأخير أعلن الحكم مباراة متعادلة. أطول مباراة ملاكمة بالتاريخ هي سبع ساعات بس أقول لك عملت 800 وما أدري زيد يعني كلش قديمة. على كل حال أشكرك على المعلومة جودي. كابتن محمد شكرا جزيلا على هاي المعلومات الحلوة والقيمة اللي كنا حقيقة محتاجيها كمتفرجين، خلي أقول كشعب كاللي دائما يبحثون حول هاي الرياضة. شكرا على هاي المعلومات اللي زودتنا إياها، وإن شاء الله البي أكس إف راح يستمر أكثر وأكثر وراح يتطور أكثر وأكثر، وراح تقدرون تستقطبون اللواعب من كل أنحاء العالم حتى تكون عيونهم للعراق، حتى يشوفون العراق إيش قد به تطور وإيش قد به إمكانيات إن شاء الله. أكيد شكرا جزيلا طبعا، شكرا جزيلا لماريان وجودي على المعلومات القيمة، شكرا جزيلا لحبة المشاهدين لحسن المتابعة، كل اللي شاهدونا عبر بابلون تي في وكل اللي كانوا معنا عبر الفيسبوك. أنا كلش آسف ما قدرت أقرأ التعاليق لكننا مشغولين ويا الكابتن محمد. أكيد شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا لكل الكادر المصورين الإخراج الكنترول لجماعة السوشيال ميديا، تحياتي لكم شكرا جزيلا. نشوفكم إن شاء الله باكر بحلقة جديدة من برنامج باب الشات. ريان ولا أقاطعك، ممكن نختم بغير طريقة؟
لا أنا ما راح أختم غير طريق. الحركة. شنو تريد؟ مشاهدينا راح نشوفكم بعد شوية لا تبتعدون الحياة ويانا أحلى. تريد غير طريق؟ تريد غير طريق؟ تريد غير طريق؟